fun. قدم روحك للبوبليك الاسم الفني وانت فيك معاكم فارغ فيكس رابر الملقب شيخ مليك من فرقة التوبس اللي فيها انا وخويا فانيس في 96 بدينا لحد الان رانا حاضرين قولي علاش خيرت الراب حكينا على المسيرة تاعك من مدينة وهران جينا درنا الراب خاطر شو بغينا ملقيناش في غير وسيلة تاع تعبير بصح لقينا زين الكلمات موزونة من المشاعر شي منقولة تحكي على الزمان وناس على الواقع المعاش والحلول مشي في يدينا بين المحكوم والحكام هذا الفن ما راهو عنف كيما قال قاع في الصحافة تعلمنا بحب الآخر الراب من الهيبوب ثقافة درنا حفلات اشعال في الخارج كتر من الجزائر كيما كان الحل اعلام طلعناه وين ما كاين خرجنا شعل من المنتوج في السوق وفي الانترنت وكيما البارح كيما اليوم قارحوا الجديد اللي راه جاي عندكم صعوبات قولونا وين راهم قاع لي بروبلام هذا السؤال بلا ما نقول لك تعرف حالة الفنان من جهة لي سيديتور ومن جهة لي لوبي الفن ما يوفر لك المال لكن نضيف به ما تعيش ما كان اختصاص في الضوء ما كان اختصاص في الصوت ما كان نظام في التنظيم والحفلات تعرف شكون ديما هو ما غير يتعاود وجعل من موهبة مقيوسة حرام ديني خطرات نقول الثقافة ركبتها السوسة أعزائي المشاهدين قاع الناس عندها كلمتها قاع الناس تعبر بالطريقة اللي تعرفها حرية التعبير سيطادير قول الكلمة واحد يكمي الدخان والاخر يدير الشمة واحد يلبس قميص والاخر يلبس الكوستيم واحدة تلبس جيبة والاخرى تلبس غسليم واحد يسمع الراب والاخر يسمع الراي وداك لي ما يسمعش ونحترم كل راي ماشي بالسيف تبغي انت شا تبغي هي نورمال مورانا في بلاد الديمقراطية سيطادير انت حر كيما تبغي دير بصح ما تدخلش في الحرية تاع الاخرين كاين حدود هادي ناكد عليها اي اخويا الحرية واش تقول عليها الحرية الحرية شا تعني الكلمة هادي انا نعرف باللي الاستعمار خرج من بلادي ماتوا الرجال وجابوا الاستقلال مما خلاو الناس طريقة الاستعمال الحرية ماشي غير في الاستعمار تعني تاني استقلال الاراء والافكار مثلا انا عندي مبادئ انت لازم تفهمها ماشي بالمفهوم الخاطئ تحترم فكرتي وانا نحترم رايك والعكس صحيح حتى انا نقادر افكارك المجتمع يتبنى بلي رولاسيون بصح حنا عندنا مشكل في الكومينيكاسيون ما نسمعوش ونبغوا نفرضوا راينا عندنا مشاكل والحلول راها باينه راب نيوز ادات معها الكاميرا باش تقرب الصوره ونفهموا هذه الظاهره خوتي علاش راكم متدابزين راكم دايرين الكشف علاش راكم متناقرين انا قلت خويا ما تديرش عليه خليه يكمل هضرته ومن بعد رد عليه انا قلت باللي المظهر ماشي مقياس ماشي مليح تحكم بيه على الناس واش من مظهر هذا السروال المقطع ولا تريكوك اللي بالجافيل راه مبرقع انت مريض راك تضحك عليا انت انسان قديم على العصور الجاهليه اسمحوا لي هذه تدخل في الحريه في زوج راكم غالطين استكتوا واسمعوا لي عاود عاود قلت في زوج راكم غالطين استكتوا واسمعوا لي يا ربي يا كيما شفتوا ما عدناش الحوار عدناش حال من تيار وكل خطرة تكمل مال مانيش نعمم خاطي الأقلية بصح الأغلبية ما تعرفش تهضر بالعقلية اليوم معانا شخصية سياسية غادي توضح لنا فكرة الديمقراطية ديمقراطية كلمة واللي هي عندك الحق باش تقول رأيك بحرية وحنا الحمد لله كاين التلفزيون وكاين الجرايد وقول شارك باغي تقول اسمح لي بصح الصحافة راها تعاني كاين مواضيع عن إيفيتوها بالعاني كيما القضايا اللي تخص السياسيين والانتقادات اللي يكتبوها الصحفيين حتى البرامج اللي في التيلي نشوفوها حتى تتراقب عادة باش يفاليدوها سيبو خلينا من الهضرة الزايدة نولو للموضوع ونولو للفايدة الديمقراطية ما تعنيش شرك فمك الديمقراطية تعني شوفوا بالله حمك وراح بح قلت له يسكت والان في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقل راه مبوشي واللي قلبه راه مبوشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي كاع لي سنتيمون اللي في الكون فرح ومرتاح Thank you.
راني ناوي الحلال بصح باش نجي مازال انتي يا راكي تقري وانا ما عنديش المال راني ناوي الحلال بصح باش نجي مازال انتي يا راكي تقري وانا ما عنديش المال انا قليل وانتي يا قليلة نخدم نهار وليل غير باش نشري العمر فيلا نربو كانيش وجردة في الحشيش ونديرو لا باقار بالمخايد تاع الريش عليها ضرب تكلعية قارع وقضب بالتالية عليها ضرب تكلعية قارع وقضب بالتالية المكتوب اللي جي نقبل وندير الديجي وانت يقعد تتقارع حتى يعطونك البيجي انت يا غي تحلم وتزيد الطمع فيا ما تخدم ما تصدم غشيعة ومحسوب عليا اعزائي كيما شفتو مغفير فتوه حنا غادي نديرو لا ريشيرش باش نلقوه نشكر حسن الاستماع خوتي نشكركم قاع الى داك الحين غادي نديرو اجتماع نهضرو فيه على الموضوع اللي غادي نطرحوه في العدد الجاي دعو معنا باش نلقوه ايا وتشاو باي باي زيدو تابعو ما تنساوش في الاستفسارات رانا نقارعو على راب نيوز وهات جيميل بوينكم عطونا رايكم حنا منكم وهادي حصتكم السلام عليكم مرحبا بكم في عدد جديد من الاكسبيريونس كيفاش تكون ردة الفعل تاعك لو كان يجيك واحد يتيم ما يعرفش فرنسي يمد لك تقرا له ميساج فيه كلمات جارحه تبعوا معنا لي رياكسيون تاع الناس الاخ تعرف شي فرنسي شويه علاش تقرا له ميساج يا اخي الاخ اتولي بك ميساج اون فرونسي تاع بترجمه لي دا مش مزال نعم تعرف شي فرنسي علاش تقرا لي ميساج هذا السلام عليكم عمي تعرف تقرا فرنسي شنو؟ ها؟ تعرف تقرا فرنسي؟ وي معليش بكرا ما يقرا فرنسي دير فتاه الخدمه اكشير اسمع اخو كيف دار اصلا لا عيط لي باش نعمل هذا قال لك روح سويسيدي هذا يا اخي بدي فراوله صح اللي بيش اسكو سون سيريو سون ريغ سي كوا ليسونسي قال لك ما عندك لا فاميليا لا نيم ما قال لي ياتين ما كيفاش انا يمو بابا ميتين و ما عندك نيم مك ابا دقت لي شوف ما عندك نيم مك لي باباك وما عندكش لا فامي